البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه: المسألة الثانية عشرة، هل يجوز للحاضر أن ينصح البادي ويشير عليه؟ قال: كره الإشارة له جماعة من أهل العلم. قال: بذلك الليث، ورواية عن مالك، ووجه للشافعية، لأنه إذا أشار إليه ونصحه فكأنه باع له. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو مذهب الحنابلة، ولا صح عند الشافعية، وهو مذهب الظاهرية والأوزاعي والبخاري وابن المنذر، وصح عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه أجازه وفعله، بمعنى يشير عليه إشارة لا يتولى البيع، ولكن ينصحه، يقول: أنصحك أن لا تبيعه إلا بثمن كذا أو بثمن كذا. طيب، إن شاء الله نكمل هذه المسألة ونقرأ التي بعدها. وهذا القول هو الصواب لحديث الدين النصيحة، والنهي جاء عن البيع ولم يأتي عن النصيحة والإشارة، واستدل ابن حزم عليه بأنك إذا حلفت ألا تبيع لفلان ثم أشرت عليه في البيع فإنك لا تحلف، فالمشاورة والنصيحة لا تدخل في البيع والدين النصيحة. وقد فعله صحابي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين، فعل ذلك، فامتنع أن يبيع للحاضر، ولكن قال: سأنصحك، فإذا جاءك ثمن أرضاه لك أشرت عليك بالبيع. المسألة الحادية عشرة، هل يجوز شراء الحضري للبدوين؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى المنع أيضا، هو قول ابن سيرين والنخعي والظاهرية والبخاري، ورواية عن مالك، ورجحه الشوكاني والصنعاني، واستدلوا بما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود وأبي عوانة في قوله: لا يبيع حاضر النباع، قال: هي كلمة جامعة، لا يبع له شيئا ولا يبتاع له شيئا، وهو أثر صحيح. وقالوا: لفظ البيع في اللغة العربية من الأضداد، وهو يطلق على البيع والشراء. ويدل على ذلك حديث: لا يبع بعضكم على بيع بعض، وقوله تعالى: وذر البيع، وهو يشمل البيع والشراء. وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز الشراء لهم، لأن الحديث جاء في النهي عن البيع، ولأن المعنى في تحريم البيع ليس موجودا في الشراء، ومذهب الحنابلة ومالك في رواية، وقال به الحسن والحنفية، والقول الأول أقرب لما تقدم، وقد رجحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه: الضمير عائد على أبي هريرة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لذات، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: لا يسوم المسلم على سوم المسلم. الاستيام معناه المساومة على السلعة بكم تكون، لم يحصل البيع بعد، لكن قد سبقك بالمساومة.
ما زال يراجع البائع في ثمنه، فما تأتي أنت وتساوم على صومه، تنتظر حتى ينتهي من مساومته، إما أن يشتري وإما أن يترك. فالنهي عن المساومة يستلزم ويتضمن النهي عن البيع على بيع أخيه، والنهي عن بيع الرجل على بيع أخيه لا يستلزم ولا يتضمن ذلك، ولكن قد جاءت هذه الرواية وبينت أن مجرد المساومة لا تساوم على سومه. وقول لتكفأ ما في إنائها أي تأخذ نصيبها، تأخذ ما في إنائها أي ما في نصيبها، مثل أي تسأل طلاق أختها لتأخذ نصيبها من زوجها لنفسها. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى، معنى البيع على البيع والسوم على السوم وحكم ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه. في زمن الخيار، إما خيار مجلس وإما خيار شرط، فيحثه على الفسخ حتى يبيع منه. وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه، فيقول له: رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص منه بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر، يعني بذلك قبل انعقاد البيع. المساومة قبل انعقاد البيع، والبيع على البيع بعد انعقاد البيع. قلت: والتفريق بين البيع على البيع والسوم على السوم بما ذكر هو مذهب الشافعية والحنابلة، لأنهم يثبتون خيار المجلس. وأما مذهب مالك وأبي حنيفة فإنهم يفسرون البيع على البيع بنفس تفسير السوم المتقدم، لكونهم لا يثبتون خيار المجلس، لكن بقي خيار الشرط. على كل، جعلوا مجرد المساومة على أخيه يعتبر بيعا على بيعه. والأقرب هو التفريق كما ذكر الحافظ، والصحيح هو التفريق كما ذكر الحافظ. تنبيه: تحريم السوم، قال الحافظ رحمه الله، محله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك صريحا فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية. ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك وقال: إن لفظ الحديث لا يدل عليه، وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم، لأن السوم في السلعة التي تباع في من يزيد لا يحرم اتفاقا، كما نقله ابن عبد البر، فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك، انتهى. قال أبو عبد الله غفر الله له: أما إذا صرح البائع بالرضا فقد نقل الإجماع على عدم الجواز المساومة عليه، وأما إذا ظهرت علامات الرضا بدون تصريح ففيه وجهان للشافعية والحنابلة، ولا صح عندهم عدم جواز ذلك. وأما إذا لم يظهر شيء من ذلك فيجوز عند الجمهور، ومنعه ابن حزم كما تقدم. والأظهر قول الجمهور، والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة بن زيد، إذا جاز ذلك في الخطبة جاز في البيع، والله أعلم. وقد رجح الإمام ابن عثيمين رحمه الله قول الجمهور.
المسألة الثانية، إذا وقع البيع على بيع الأخ فهل يصح البيع أم لا؟ الجمهور من أهل العلم على صحة البيع مع الإثم، لكونه نهي عنه لما يحصل فيه من بغضاء وشحناء وتنازع واختلاف. وذهب جماعة من أهل العلم إلى البطلان، وهو مذهب الحنابلة، ورواية عن مالك والظاهرية، وقالوا إن النهي راجع إلى البيع نفسه، وما ذكروه هو العلل الناتجة عن ذلك البيع المحرم. وهذا القول رجحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله، ويظهر لي أن القول الأول أرجح، لأن النهي ليس راجعا إلى ذات البيع، وإنما مراعاة لحق أخيه المسلم. والله أعلم. فالأقرب صحة البيع، لكن إذا رفع المسلم حقه المطالبة بحقه فللقاضي أن يفسخ ذلك البيع. المسألة الثالثة، البيع على بيع الذمين. أجاز ذلك الأوزاعي وأبو عبيد بن حرضويه من الشافعية للتقييد المذكور في حديث الباب بقوله أخيه وبقوله المسلم. وذهب الجمهور من أهل العلم لأن التقييد خرج مخرج الغالب، وقالوا بعدم الجواز في ذا وقالوا بعدم الجواز بعدم جواز ذلك، لأنه لا يجوز إيذاء الذمي، ومن الإيذاء البيع على بيعه. وهذا القول رجحه الإمام ابن عثيمين، وهذا القول هو الصحيح، إلا أن توجد مصلحة شرعية في البيع على بيعه. كان تباع أمة مسلمة لرجل ذمي فيجوز أن يبيع على بيعه، تباع أمة مسلمة على يد ذمي لا يجوز أن يباع له، أو يباع سلاح لهذا الذمي والمسلمون بحاجة إليه فيجوز أن يذهب ويبيع على بيعه، وما أشبه ذلك من المصالح الشرعية. قال المسألة الرابعة، حكم بيع المزايدة. ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك. بيع المزايدة معناه يعرض السلعة على الزيادة، من يزيد في ثمنها، من يزيد يطالب بالمزيد. أولا يقول كم تأتون بهذه السلعة، يقول فلان أعطيك بها كذا، قال من يزيد على ذلك، من يزيد على ذلك، يعرضها، يعرض السلعة على هذه الصورة. هذا البيع جائز. ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز ذلك، ومنهم من نقله إجماعا كابن قدامة وابن عبد البر، وذلك لأن الأصل في المعاملات هو الجواز حتى يأتي دليل التحريم. وقد استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحبسا في من يزيد. القدح معلوم، والحلس الجلد القديم. وفي إسناده جلد قديم ويجلس عليه. وفي إسناده أبو بكر الحنفي وهو مجهول الحال، ولو لم يثبت الحديث الأصل في المعاملات الإباحة حتى يأتي دليل التحريم، ولا نعلم دليلا هنا يدل على تحريم هذا البيع. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كره بيع المزايدة، واستدل له بالكراهة بحديث واستدل له بالكراهة بحديث سفيان بن وهب عند البزار، كما في الكشف يعني كشف الأستار للهيثم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزايدة، ولكنه حديث ضعيف في إسناده ابن لهيعة ولم يتابع عليه. وجاء عن الأوزاعي وإسحاق أنهما قالا بجوازه في المغانم والمواريث ومنعه في غيرهما. وجاء في ذلك حديث أخرجه ابن الجارود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن بيع المزايدة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث. والصحيح قول الجمهور. وأما حديثهم فقد قال ابن العربي رحمه الله كما في عارضة الأحول لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك. وذكر الشوكاني رحمه الله في النيل
أن ذكرهما خرج مخرج الغالب لأنهما الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة، يعني استثنى هذا لأنهم كانوا يبيعونها على المزايدة فحمل الاستثناء على ذلك. أحتاج إلى نظر في هذه الزيادة ربما لو جمعت، لكن الإشكال أنه سئل عن بيع المزايدة، يعني كان الاستثناء مقصودا في الحديث، ولعله لو بحث في طرقه قد يوجد ما يدل على أنه مثلا من فتوى ابن عمر أو نحو ذلك. قال المسألة الخامسة: إذا اتفق أهل السوق على عدم المزايدة في السلعة القادمة من رجل يريد بيعها فيضطرونه ليبيعها بسعر منخفض، يعني تآمروا عليه، اتفق التجار ما بينهم لا تشتروا بأكثر من كذا ويبيعها لمن شاء منكم، فيضطرون إلى أن يبيعها بالسعر الذي قد اتفقوا عليه، هذا يعني خيانة على هذا الرجل واعتداء عليه. المسألة الخامسة: إذا اتفق أهل السوق على عدم المزايدة في السلعة القادمة من رجل يريد بيعها فيضطرونه ليبيعها بسعر منخفض. على شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات: وإذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة وهم محتاجون إليها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها فإن ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفى، وإن كان ثم من يزيد فلا بأس. يعني لو اتفق اثنان فقط أهل السوق والأمر مفتوح في السوق الأمر لا بأس، لكن كونهم يتفق الجميع هذا ظلم على هذا الرجل. قالوا: في الحديث تحريم بيع الحاضر للبادي، وقد تقدم ذكر المسائل المتعلقة بذلك تحت الحديث المتقدم قبله، وفيه تحريم النجش وقد تقدم بيان ذلك، وفيه تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وتحريم سؤال المرأة طلاق أختها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في كتاب النكاح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.